تجبرنيش على حاجة، أنا عمري ما هكون واحد منكم، طلعوني من هنا. أنت كمان راح تترك دولة الخلافة يا أحمد؟ ما بيكفي اللي عملته؟ اللي أنا عملته ولا اللي أنتوا عملتوه؟ نحن وفينا بعهدنا مع الله وأنت خالفت وخسرت. خسرت أول فرصة تثبت بيها ولائك لدينك. دين إيه اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنت بتسمي القتل بالطريقة دي دين؟ إيه اللي يا أحمد؟ بعمرك فتحت المصحف وطلعت على آياته؟ من قبل ما يعلمهولك. وانت مين انت عشان تكلمني في الدين؟ احنا كنا بناكل وبنشرب وبنعيش ونموت ونصبر روحنا على موت اللي بنحبهم بكتاب ربنا. انت مين انت عشان تكلمني عن كتاب ربنا؟ الغفلة يا احمد، ما اخدين من كلام الله الا اللي بيطمنكم. لو كنت قريته صح وطلعت آياته كنت عرفت ليش ربنا خلقنا على هذه الارض، مهمة إلهية لابد من تنفيذها. خلقنا عشان نعبده مش عشان نموت الناس، عشان نعمر الأرض مش نملاها دم، عشان نهدي الناس الناسين ونفكرهم بيه يمكن يخشوا الجنة. هو ده كلام ربنا اللي أنا فهمه؟ ده كلام الفاسقين. ربنا خلقنا على هذه الأرض خليفة من شان نكافئ اللي بيمشي على طريق المستقيم ونعذب اللي بيخرج على أوامر الطاعة. انتوا ناس مرضى بتبرروا الكبت اللي جواكوا على انه كلام ربنا. انا مش ناسي انا كنت ايه قبل ما اجيلكوا هنا. ما هم دول الناس اللي انتوا بتقعوا في الجمهور وتضحكوا عليهم عشان عاملين زيكوا كده، اضعف من هم يواجهوا الدنيا. فهتعملوا ايه؟ هتولعوا في الدنيا كلها وتموتوا الناس؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والتقوى بتنفيذ اوامر الله، وهذه الاوامر هي الحفاظ على الدوله الاسلاميه متماسكه وتطبيق شرع الله. أنا معرفش الكلام ده وما قبلوش. لأنك صرت منه يحق عليك ما يحق علي. صلاح انا كنت عايزاك في كلمتين من فضلك. اتفضل. صلاح انا عايز اشكرك على اللي انت عملته معايا يا اختي، وعايز اعرف يعني انت ما قلتش لبخاري استلي على اللي عرفته. ليك حق، بس انا عيني جابت اخرها. لو كنت قلت كان اختك هيحصل فيها حاجه من الاثنين، يا اخوكي سيد هيسابني ويذبح، يا اما تعيش مفضوحه طول حياتها ومحدش يعبرها. مش عارفه اشكرك على جدعنتك معاها ولا تأسف لك على اللي هي عملته معاك. لا ده ولا ده، كلنا بنغلط وربنا بيسترها. متشكره قوي يا صلاح، بجد مش عارفه اقول لك ايه. ما تشكرينيش يا رحاب، انت الوحيده اللي انا عمري ما عملت معاها حاجه تشكرني عليها. عن اذنك. اتفضلي. سبت أمي يا خال وجيت لك عشان أكون جنبك بعد كل اللي قلته لك عمر. ده حوار حصل زمان بينك وبين أبويا، أمي السبب، بس أنا غيركوا. أنتوا الاتنين بتتكلموا لحد شفتوه، هي حبته وأنت كرهته، بس أنا بقى إيه؟ أنت ابنه، واللي بينك وبينه عمره ما يتقطع حتى لو مات. بس اللي بيني وبينك أكتر، أنا ما وعدش عليه، ما حبيتوش زي ما العيال بيحبوا أهاليهم، ما دخليش في خناقة ولا حتى خرجني من حبسة، بس أنت عملت أكتر من كده، أنت أبويا اللي شفته يا خيك، شفت حنانه وحنيته على عليا وعلى إخواته، يبقى اللي بينا يكسب. جاي بتقولي سماح؟ بعد كل اللي عملته فيك طلع قلبك احن عليا من امك. مش موضوع حنيه، بس انا مش عارف اغلطك عشان انت فعلا بتحمي البيت زي ما قلت زمان. عملت زي لما الطيب حاول بس يأذي امي، عملت زيك وجبت كرشه. اسمع عمر،
أمك محتاجة لك، ما ينفعش تسيبها، خليك جنبها. أمي محتاجة مصلحتها. زمان أمي ما كانتش عاوزاني، بس النهاردة بعد اللي شفته منها أنا اللي مش عاوزها. روح فين يا أخي؟ تروح لأمك وتخليك جنبها وتخلي بالك منها. ولو أمك مبينة الأسوأ اليومين دول فده بسبب اللي حصل بيني وبينها. ما تخلينيش أحس إنها يتمتك مرتين، مرة لما حرمتك من أبوك، والمرة التانية لما قهرت أمك وعملت منها واحدة مش عارفة تحن عليك. حاضر يا أخي، هروح لها أبوس رجليها كمان لو ده يخليني مصدقكم. بس ما تبنيش في الشارع تاني. شارع؟ شارع مين يا قلت؟ ده بيت جدل، يعني بيتك. والنبي يا خال ما تسيبنيش، ده اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وانت كبيري. ابوس ايدك ما تسيبني. خليك سيد ياض ما بيبيعش اللي منه. سريع دير بالك. ايوه يا سيد، انا احمد. احمد انت فين يا احمد؟ مش مهم يا سيد، مش فارقه، انا بكلمك من وراه. طب اسمع، انا مش عايزك تخاف منهم، انا خلاص قربت اوصل لك، انا عارف انت مع مين. قول لي بس اي علامه انت فيها، قول لي انت فين وانا هعرف اوصل لك واجيبك. سامحني يا سيد، مش وقته، انا كلفت ناس تدور عليك وتجيبك وتعرف مكانك، ورحمة أمي اللي هجيبك من وسطيهم وكلهم بالتراب اللي ماشيين عليه. بس قولي انت فين. اسمحني يا سيد عشان مفيش وقت، لو سمحت. انتوا كلكم وحشتوني يا سيد، كان نفسي ابقى معاكم واكون في اوضتي دلوقتي. عشان صوتكم انتوا بتزعقولي وتتخانقوا معايا، كنت ببقى مطمن. بالك على اخواتي يا سيد، خلي بالك على البنت رحبتي، خلبانه مكانش ليها غيري، دايما بتقعد تحكي لي. اسمع، اسمعني، انت هترجع، رحمة امك اللي هترجع، تفهم ولا لا؟ انا ميت يا اخويا. لا انت مش ميت، مش سيبك تضيع مني، انت بالذات مش هتضيع مني، انت فاهم ولا لا؟ ابوك عايش، ابوك عايش وعايز يشوفك، عايز ياخدك في حضنه، تسمعني ولا لا؟ معنى يا والله، والله العظيم عملت. لازم تعالى عنادك ستلقى جزاءك. إذا قتلتم فأحسنوا القتل من شان يكون عبرة لغيره من الخونة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.